وقعت كل من الهيئة العامة للزكاة والدخل وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر اتفاقية تعاون بهدف ربط الهيئة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومي مراسلات. وأوضح مدير عام إدارة تقنية المعلومات في الهيئة المهندس محمد الهديان أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الجهود التي تقوم بها بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية تلبي احتياجات المكلفين من خلال توفير خدمات عالية الجودة.